روني سائلي مش بس لإلي، لكل العالم بلبنان. هو فخر، هو آيكون، قدر عمل اللي عمله وعمل كاريير طويلة عريضة بالNBA وكان من أهم السنترية بعصره. فأنا كلاعب باسكت طالع وقدرت، كان عندي الفخر قدر ألعب معه. كان حظي حلو أنه كنت بهيد الوقت وسأبت، كنا نحكي كتير وكان ينصحني كتير، يعطيني كتير موتيفيشن ونصايح عن الباسكت، كيف لازم أتمرن وشو لازم أعمل لحسن الجيم. بالنسبة لكتير لعيبة، هو مثال لبنانية كتير وبيعطي فخر. نفتخر من ساعات، نعتز انه يكون عندنا شخص مثل روني سايقلي، رفع اسم لبنان كتير كبير عالي، وبعده لهلا بس هلا غير طريقة، هلا دي جيينج، بحب الميوزك وبيلعب ميوزك كتير منيح. في عالم كتير بتتابعه بهذا الدومين هلا وانا واحد منهم. شخص مثل روني بالبروفايل عنده اياه، بهالتواضع عنده اياه، قليلة تلاقيها، لانه عالم وقت تكبر كتير القصص معهم بذات الوقت بينسوا انه هن they are just human. بس بالعكس روني حافظ على الشيء وخلى العالم كتير قريبة منه. بتلاقيه وقت يتلاقى بعالم صار له 5-6 سنين مشايفها، بيركض عليها وبيسلم عليها وبيبوسها كأنه مبارح شايفين وظاهرين سوا. فهذا الكاركتر عنده كتير بيقربوا من العالم وكتير بيحبوه من هذه الطريقة. روني فهد كمان لاعب لبناني رائع، بس واضح انه روني انت المثال لاي لاعب باسكتبول بده يكون من لبنان يطمح يوما ما يوصل للي وصلت له، مع صعوبة خاصة الولايات المتحدة الامريكية البلد الاقوى على صعيد الباسكتبول بالعالم. فسمعنا هذه الشهادة الحلوة، حكي عن تواضعك وحكي عن الموسيقى. تواضعك عن جد لافت ده كل الناس، عرفت شو تواضع ما هي؟ لا لغتك العربية على كل حال رائعة، بس شو بتعلق على كلام روني؟ انه I appreciate الحكي اللي بيحكوا عني، لانه انا بيعرفوني انه I don't feel special. I'm not many. I feel like I'm blessed. But I don't feel like I'm special. So انا مثلي مثلهم. My path took a much bigger road, but their dreams and their path was the same as mine. Eli كان أحسن لاعب هون بالبلاد العربية، وروني لعبت معه هون كمان بلبنان وهيك. Their path كمان إنه so I don't feel like I am different. I don't elevate myself differently. Just in the fact that I'm blessed. صحيح، نعمة حلوة كتير على كل حال واحد يضل محافظ هالقد على تواضعه وعلى محبته للناس رغم انه يصير اسم كتير كبير بالعالم. بدي انقل الى عملك كدي جي، شو اخذك على الموسيقى؟ انا الموسيقى والباسكت were always my two passions. شغفك. وقت كنت العب باسكت بالليل كنت بحط موسيقى والعب موسيقى لاصحابي as a decompression, meditation. بستعمل موسيقى كنت meditation. وبلشت وانا صغير، بلشت كان عمري 14. كان عندنا بيت باليونان، كان جراج عند بيت اهلي، قلبته عملته ديسكوتيك وصرت العب موسيقى لاصحابي وقتها من وقتها. So الأصحاب اللي عندي إياهم من وقتها بيعدوا بيعرفوني إنه ما في شيء تغير، باسكت موسيقى أو سبور وموسيقى، and that's my life and I live my life based on sports and music. كنت عم تلعب موسيقى ببيروت، يعني عملت كنت دي جي من كم يوم في أوبر هاوس and great turnout. كتير كتير صليت وانبسطت. بس هيدي كبزنس بتعملها، يعني هيدا شغلك او مجرد هواية؟ هي it was a hobby and a passion. بس يلي صار انه صاروا كتير ناس يحكوا فيها للموسيقى يلي بلعبها، عندي a certain style انا يلي بلعبه انا، والناس يلي بيجوا ليشوفوني بيعرفوا هو هيدا style تبعي. So صاروا يلحقوك يعني. So هيدا style صار بكل امريكا، لانه عندي راديو شوز وهيك، سو بامريكا بيلحقوني ليسمعوا هيدا ستايل. اتس ديستينكت ستايل، وهيدا الديفرنس بين دي جي ودي جي، كل واحد فيه يلعب موسيقى.
بس شو هو الستايل يلي في شو بيختار يعني؟ شو انه الستايل يعني انه وقت تروحي كنت تشوف الباندز تروح الى تشوف البوليس مثلا او كوين او فيل كولينز او يو تو يو نو وات تو اكسبكت مزبوط راح تسمع الاغاني اللي بحطون سو اتس سيم ثينج وذ دي جيز في كثير دي جيز بيلعبوا كانه ويدنج ميوزك يعني بيلعبوا شوي من كل شيء وفي عندك دي جيز او بيلعبوا هيتس اكثر شيء دارج بفتره exactly. معينه او عندك دي جيز ذات ار فيري فيري فيو اند ان بتوين يلي عندهم ستايل تبعهم اند لايك ات اور نوت عندهم جمهورهم صار وعندهم الستايل تبعهم سو في ناس بتعجبهم في ناس ما بتعجبهم بس that's not my problem انا I play what I know and if you like it great if you don't like it too bad لا اكيد اللي رايح يحضر رايح وعارف انه روني سائل الدي جي يعني بحب شو بتختار مزبوط طيب بس عندك كثير دائما الناس كمان بيجوا ليشوفوا ليقولوا اه لا لا ما حلو عرفتي كيف انه This is the Lebanese style. For any mark, be. No. Ma hey. It's purely just I play for my friends and I play for the people that like my music. هلا راح على تورونتو بنفس كمان كرمال ليلة سهرة. مزبوط. Okay. يعني. بعدين السبت على ديترويت. كمان نفس الشيء بديترويت بتورونتو عندك يعني بنايت كلابز انت دي جي والناس بيحجزوا لانه عارفين انه بهالليله في روني سيئله تيجوا يسمعوا الموسيقى اللي انت عم تختارها وعم تلعبها مزبوط طيب شو هي شو هالستيل الموسيقى كيف بدي وصفها كيف بدك توصفيها اتس ما فيك توصفيها للناس اللي ما بيعرفوا هس جانرا اوف ميوزك هس ستايل اوف ميوزك واللي بيعرف يلي بيعرف بتسميها جروفي سكسي اندرجراوند اها اوكي تلعب كمان هيتس ضمن هيدا ابدا never. ما في شو هلا ضارب مثلا ولا بالعالم شي. ولا شيء من الضاربين ولا حتى اذا معقول يضرب I don't ما بقرب عليها اوكي فموسيقى كتير خاصة بتشبه روني It's very underground It's very يعني ما رح تعرف الموسيقى You know it's just I like to surprise people I don't like to give them what طب بيناتنا بتعمل مصاري هالشغلة او لا بتعمل اكيد اوكي عم بطمن عليك مع انه بعرف انه ريل استيت شغلك كثير منيح هيدا الشغله الحقيقه ما هيدي الشيء اللي صار انه ات واز ا هوبي بلشتها هيك بعدين بلشت المصاري انه الناس انه بليز 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 كدي جي كدي جي انه سو ذا هوبي بيكيم ا بزنس بس تو مي اتس ستيل ا هوبي لانه اي انجوي ات اي لاف ات اي لاف ات هلا في كثير ناس ذات جادج مي اند شو عليه عم يعمل وشو ما بيعمل انا كل حياتي عايش مثل ما انا بدي ما بخلي حدا يقرر علي كيف لازم اعيش او كيف لازم اظهر وامتى بدي وشو بدي البس ما اي دونت كير كلهم هذول ما بتفرق معي يعني بتفوت بدينه بتطلع بدينه ثانيه سو تو مي اي دو وات اي لاف انا هون ان لايف لاعمل يلي انا بيبسطني مش يلي غيري بدي ابسط غيري سو رساله حلوه كثير يا ريت كلنا بنعمل هيك بنرتاح وبنريح ما هيك ديفينتلي طيب روني انت كمان بالمجال العقاري بالولايات المتحده الامريكيه يعني على صعيد كمان كبير وبتقريبا اكثر الاماكن بالولايات المتحده انت ساكن بميامي بس وين ما كان شغلك مزبوط مزبوط خبرنا كمان شو فوتك على المجال العقاري بلشت وانا بالجامعه اكشلي بلشت لانه دائما كنت فكر انه انا كاثليت my dream to be an athlete can be shattered with one injury اذا صار لي شغله وحده راحت الدريم كله يعني كل شيء اشتغلته بحياتي لفوت على شغله راحت ركبتك راحت كذا اكسيدام يور دان في العمر كمان ما حدا بيقدر يكمل مزبوط بس هيدي بتكون اوريدي انه العمر از نوت العمر از از منه فجاه لا. ما بيجي فجاه سو دائما كنت عم فكر اذا صار لي شيء شو رح اعمل اذا صار لي شيء شو رح اعمل اذا ما مشيت الباسكت اذا ما مشي هيك شو وات كان اي دو اي ستارتد يو نو دوينج ريل استيت بالجامعه ستوك ماركت بالجامعة بلشت شغل راسي in the business side of the world لشوف you know لضلني مثل ما بقولوا don't put all your eggs in one basket مزبوط and ما كان بدي حط كل البيض اللي عندك بسلة السلة exactly. في كرة السلة so
I diversified. نوعت بأعمالك بس ماشي حال الريل استيت حاليا بالولايات المتحدة أو دي جي أكتر وين الريل استيت. طب بس إنه اللاعب على هيدا المستوى كمان بيطلع كتير مصاري بالولايات المتحدة الأمريكية مش عايز هالقد يشغل باله يمكن بالريل استيت؟ لا عم بحكي اللاعب بأهمية روني سيقلي بيعمل مبالغ كبيرة نسبة للفترة اللي بيشتغل فيها مزبوط أو لا رغم ذلك كنفلت عملت مهنة تانية اللي هي ريل استيت مزبوط أنت بمجال التطوير العقاري فينا نعتبر بالولايات المتحدة الأمريكية يعني مولز عم نحكي بناء مزبوط ريزيدنشال وكوميرشال ميلا هي بنتك الوحيدة من زواجك الأول مزبوط اسم الله كمان ميلا طويلة عم نشوف صورها هلأ لميلا هون كانت أصغر هلأ صارت أكبر منيح صحيح صار عمر 11 سنة هيدي هلأ هيدي هلأ يمكن اللي فينا نلاحظ قدي طويلة ميلا في مترين يمكن أقل شوي متر وتسعين قدي طولة خرجت تلعب باسكتبول وجهتها على الباسكتبول او لا لا she's not she's about 178 179 طولة؟ ايه حاليا عم نحكي على عمر قدي 13 سنة بس تعتبر طويلة كتير لعمرها ما بتحب الباسكتبول بتقول امها ما بتحب الباسكتبول انا كان بدي اياها تلعب تنس ودفشت تلعب سبورتس وهيك بس شيز ا جيرلي جيرل ما بتحب تفضل ما بتحب كثير النسوان بفضلوا شوبينج من هلا اوكي لاني تبشر ميلا منه رايح على الرياضه لا. اكثر شيء not for now اكثر شيء بحب عن روني سيقلي لما بقرا عنك انك قدي فيلانتروبيست يمكن هذا اكثر شيء ما بتحب تحكي عنه العمل الخيري بس مهم نحكي بشو بأي مجالات أكثر شيء بيساعد روني وبيدعم؟ I allocate ما بعرف شو allocate بالعربي نحن حنترجم لك أصلاً بكل الأحوال بس I allocate every year تعطي قسم certain amount of money تمنح and I allocate it to different charities لجمعيات خيرية those are the closest to my heart يعني mostly for kids unprivileged kids, kids that are dying from cancer, kids that don't have the same life that I was blessed with, that's what's. I know I've been so blessed. ذرت عملي اللي بدي بحياتي. The two loves of my life is music and sports. I ended up being professional both. At both and turning a passion into a business with both and real estate was what I love to do as a business and I also ended up doing that and I could have done in any other business and not felt the passion for it but real estate is something that I love to do so بحب اشتريت وعمرة وكذا وهيك so but as far as charities Do you allocate anything for Lebanon? I used to allocate things for Lebanon. The problem with here is that transparency is a big issue. Corruption is inevitable. But you can oversee. The only way you can do it is if you go ahead and buy whatever you want to buy. And give it to them yourself, which I did 15 years ago. I bought some wheelchairs for the basketball players, for the handicapped basketball players. They were using old chairs and stuff like that, and I just wanted to buy them chairs. If I had gone through the foundation, Baptaf should be tlalo finally. So I ended up buying the chairs and. من عشر كراسي كنت تلالو واحدة يمكن. مش عم نحكي عن الكل. No, but this is the country we live in. بس يمكن منيح تحكي عنا روني بهذه الطريقة وخليني أقول لك نحنا مجموعة عملنا حملة دفع عملنا نفس الشيء ما قبلنا ناخد مصاري من حدا. أصرينا إنه كل واحد يبعد هو شو حابب يوزع وقدرنا نوزع على 14,000 عائلة بلانكتس وتياب وإشياء ليقدروا يواجهوا الشتاء مباشرة من الناس لقلون قصص عينية مش مادية يعني ما ممكن يكون فيها
مجال لسرقة أو لكوربشن أو لغيرها، بس ما في شك أكتريت اللي بحبوا يساعدوا بيواجهوا هالمشكلة بلبنان، مشكلة عم نعاني منها. أنا بدي أشكرك روني كتير على هالمقابلة الحلوة. بدي أشكرك قدي حكيت عربي، وحكيت عربي كتير منيح بطريقة كتير حلوة. وإذا بتحب تقول أي شيء كلنا سمع. لا لا just thank you for having me. أول شيء you know, one, I know, but they will give my two cents of the country. We live in a beautiful country, and that's that has too many political factions and too many religious beliefs. And I just wish that everybody respected the other person's opinions and beliefs, and not try to implement it on other people. Who to live a country, to have a country where. Where you're from is more important than what you believe in. And انتمائك الوطني اهم من اي من معتقداتك. Yeah. So حلم هيدا لبناني. انه الاوبينيون يعني everybody has an opinion. بس ال انه بس Lebanon should always be as the whole thing. الشيء بضحك انه هون بلبنان everybody انه إذا في كتير religious beliefs و مذاهب ومعتقدات دينية هون بلبنان، بس وقت نكون بأمريكا وتشوف لبناني ما بتعرف إذا مسلم مسيحي you don't know what he, where he's from. إذا لبناني لبناني تخيي عرفتي كيف الناس اللي بيجوا بيشوفوني بالكلابز او شو بيشوفوني عم بلعب بالان بي اي ما كان في دين ما كان في what your opinion is what you believe in it's Lebanon. You're Lebanese, I'm Lebanese. Hey, give me a hug. عرفتي كيف؟ هون لا انت لبناني بس انت لا هون وهون ونيك. So this is the thing that I wish. مش هيك بركي كل اللبنانيين عم بيهربوا لبرا. مش بس هيك. مش بس عم بيهربوا لبرا، هيدي المشكلة اللي واقعين فيها على كل حال اللي ما بتخلينا حتى نفكر بمصلحة مشتركة للبلد. روني سيئة اللي ما في شك انك انت الهام كثير كبير لجيل من اللبنانيين بيطلع بنجاحاتك وبيطلع بطريقة حياتك. وبيقول يا ريت الكل فيهم يكونوا هيك يلحقوا هيدي الطريق ويبقوا بهالنفسية وبهالتواضع. أنا بشكرك كتير على هيدي الحلقة وإن شاء الله منشوفك أكثر من مرة ببيروت إن شاء الله. شكرا روني. Thank you so much. مشاهدينا أنا بدي ودعكم بختام هذه الحلقة وبشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.